ومن أخبارنا الاقتصادية، قرر أصحاب المطاعم توقيف نشاط جميع مؤسساتهم بداية من يوم غد الاثنين، احتجاجا على حد ما جاء في بيان لهم على التدهور الشديد للوضعية المالية للمطاعم نتيجة تطبيق السلم الجديد للتعيير الحبوب منذ جوان 12 و2000. وأكدت الغرفة الوطنية للمطاعم التونسية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغها أن قرار توقيف نشاط المطاعم الذي اتخذ إثر اجتماع عقده الصناعيون يوم 28 من ديسمبر المنقضي يأتي لحماية مؤسسات القطاع من الإفلاس التي يتهددها الواحدة تلو الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للحوار بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتمعت أمس وقررت مواصلة عمل اللجنة الفنية المشتركة انطلاقا من يوم غد الاثنين للتدقيق في انعكاسات السلم الجديد لتعيير الحبوب واقتراح الحلول.